يمين يتوافدون عليها، حيث تواصل البعثة الوطنية للحج تقديم الشروحات والتوجيهات للحجاج بما يتماشى والمرجعية الدينية الوطنية، كما برمجت رحلة لعدد من المعالم الدينية بالمدينة المنورة. موفد التلفزيون الشيخ غراب. في موسم الحج أصبح من الضروري توعية وتوجيه حجاجنا الميامين في البقاع المقدسة بالحفاظ واتباع المنهج الديني المالكي وفق المرجعية الدينية الوطنية. ولهذه الغاية توجد بالمدينة المنورة والبقاع المقدسة بصفة عامة لجنة الفتوى والإرشاد الديني، والتي أوكلت لها المهمة في توجيه تأطير الحجاج وفق المرجعية الدينية الجزائرية. حينما يضع الحاج رجله في المدينة النبوية إلا ولجنة الفتوى مرافقة له، مصححة لأداء نسكه، قائمة على شؤونه. لجنة الفتوى والأرشاد الديني المتواجدة بمختلف الفنادق من خلال الأئمة والمرشدين تقوم بعدة نشاطات توعوية لفائدة الحجاج، خاصة وأن معظم الحجاج من كبار السن ويجهلون الكثير من الأمور الدينية والشرعية المتعلقة بالحج والعمرة. نشارك إخواننا في الأشياء الأخرى التي تجعل الحاجة فعلا كما ذكر الأستاذ عبد القادر قتشة رئيس الهيئة بالمدينة المنورة، ليكون الحج حج الكرامة حقا وصدقا، كما يشرف على ذلك كما يحرص وزير الشؤون الدينية والأوقاف تقريبا يوميا إن لم أقل يتابع عمل هذه اللجنة. اللجنة تجتمع دوريا على مستوى مكتب الشؤون الحجاج للتذكير القائمين على الفتوى وحثهم على مضاعفة العمل التوجيهي والتوعوي. يتواصل أصول أفود الحجاج الميامين إلى المدينة المنورة، وأثناء مكوثهم هناك وقبيل تنقلهم إلى مكة المكرمة سطرت بعثة الحج عدة رحلات بمعدل 20 رحلة يوميا لتمكين الحجاج من الزيارات الميدانية لبعض المزارات المتواجدة من المدينة المنورة كمسجد قباء وجبل أحد، وهذا بغية معرفة مسار انتشار الدين الإسلامي والأحداث التاريخية التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة. كما تلاحظون تقوم البعثة الجزائرية في المدينة المنورة بتنظيم مزارات لفائدة حجاجنا الميامين، وقد بلغت هذه الرحلات منذ انطلاقها يوم 8 في الشهر الجاري أكثر من 4200 حاج استفاد منها. الحجاج الذين التقيناهم بهذه المزارات أبدوا كل الرضا عن التنظيم الجيد المحكم للوصول إلى هذه المزارات في الأوقات المحددة من طرف المنظمين وتوفير كل وسائل الراحة والتوجيه الجيد. مسجد قباء جينا نزورو. والو موفرين لنا كلش. هذا موجودين الان في مسجد قباء. نشكروا الدولة الجزائرية ونشكروا البعثة اللي قامت بهذه الزيارات للبقاع المقدسة. اليوم نزور مسجد قباء وسوف اصلي به ركعتين واحد، وهذه الزيارة يعني كانت مبرمجة من طرف البعثة، والحمد لله كانت الإقامة حسنة وكانت التكفل في أحسن ما يرام بدون مجاملة.